بسوي معاكم عجينة السمبوسة في البيت. طبعا انا حاطة خميرة فورية وهذه الخميرة العادية حقت البيت. الخميرة الفورية بس ملعقة صغيرة. حطيتها على موية دافية وبحط ملح. طبعا اللي عندي شو اسمه الدقيق ما هو ما في ملح. طبعا ملعقتين ملح، نص كوب زيت، كوب صغير ما هو كبير، هذه مقاديرها. وعندي هذا دقيق بر، اثنين دقيق بر استرالي، ثلاثة أربعة خمسة. طبعا أنا عندي اليوم ضيوف، أول يوم عندي أولادي الله يحفظ لي لكم، فالفطور كثير. عندي اثنين بودرة، هذه هي عجينة السمبوسة. طبعا بما أن الجو بارد الموية دافية طبعا، فخلاص أبدأ أعجنها. لازم تكون يعني ما يلينة مرة، تكون قاسية شوية. هذه العجينة بعد ما عجنتها هذه طبعا لازم تكون قاسية شوية عشان باقي تفردينها كذا صغار صغار، بعدين تحطينها في الفرادة، بعدين لازم تكون يعني أقوى من حقة الخبز، يعني قليل ما هو مرة. طبعا بتركها 10 دقائق وارجع اعجنها ثاني مرة، اتركها تتخمر لمدة 2.5 ساعات كذا لان الجو بارد. يعني مجرد بس ما تبدا شوية تطلع هنا خلاص ابدا اقطعها حلقات صغار. عندي انا حفرة السمبوسة سويتها من قبل، طبعا فردة ما فردة، يعني مستوية كل شيء، جزر بصل بهارات كل شيء عليها، يعني خلاص مستوية. بس احميها شوية مجرد ما تسخن اضيفلها 3 حبات بيض عشان تجي لينة شوية ما تجي ناشفة كذا. طبعا زودين ملح، طبعا زودين بهارات، طبعا زودين زبيب. طبعا تجي الحشوة لينة الحلوة لما صارت ناشفة شوية. يعني بس اذا بزود ملح بس واضيف الخضار، طبعا الخضار احطه اذا برد اللحم، اذا برد اللحم خلاص احط الخضار. طبعا استمر التحريك لين يستوي الزيت تقريبا. خلاص كذا خلاص هذه حشوة السمبوسة. بعد ما بردت طبعا ما في الطاوية حارة، خلاص بردت. هذا البصل والشبت بقدونس وشوية كزبرة، هذه الخضار. طبعا أنا أحب الخضار مرة كبير. طبعا إذا زودتي الخضار لازم تزودين شوية ملح لأن الخضار يحتاج ملح. طبعا برضه سنوك، حطيت عندي سنوك في الحوش حقي، حطيت شويه سوي ورق، ما هو ما حب ورق، ورق سنوك هذا ان شاء الله تبارك الله. طبعا انا احب الخضار مره، انا السمبوسه اللي ما فيها خضار ما تجي حلوه، وفي نفس الوقت مفيد الخضار ما شاء الله تبارك الله. طبعا تستمر في التقليب، قلبيها لين تتجانس مع بعض. وهذه حشوة سمبوستنا، وهذه العجينة بالغطاء. الحمد
حيناه الزيت حار وبدا لي السمبوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السمبوسه لازم على طول تقلب، يعني ما تحطينها بالزيت وتتركينها، لازم تقلب عشان ما تفكك. هذه طبعا حسب رغبة، وانا لون ذهبي وانا احمر غامق، كل لون ورغبته. هذه السمبوسة خلاص ان شاء الله تصير حلوة، هذا اللون طبعا اللي احبه انا. وهذه هي طبعا شليتها على مناديل فاين. وهذه السمبوسه اللي سويتها معاكم، وهذه الحشوه ما شاء الله تبارك الله، وهذه سمبوسه الفرن، وهذه سمبوسه الجبن. وعلينا وعليكم بالعافيه.